نبتدي في الصور؟ اتفضل. ماشي، نبتدي في الصور. طيب، الصورة ليكم انتوا الاثنين، كابتن محمد فضل. ايه الضحكة دي؟ ما بلاش. ليه ليه ده؟ كابتن محمد فضل اصل حبيبنا، ده ده احنا دمنا تقيل قوي على كابتن فضل. ما بحبناش بيقول عليه دمنا تقيل احنا الاثنين، يعني هو بيقول عليه دمنا تقيل. اتفضل. شاشتكم اهي. انا كابتن محمد فضل الحقيقه بالنسبه لي انا كان صدمه بالنسبه لي الحقيقه. مش ده محمد فضل اللي انا اعرفه من زمان قوي، من ساعه ما بدا ناشئ والنادي الاهلي ولعب، وكان ليه صوره جميله جدا لما قعد على الكرسي. يعني شايف نفسه بشكل مختلف، بيتعامل بتعالي مع الناس، بيتعامل بشكل غير لائق. يعني انا يعني فعلا انا اتصدمت في محمد فضل. استاذ احمد عندك؟ انا صدمت في صدمه استاذ اوسي على صدمه فضل. بس هل الواقع صعب؟ كان متخيله فضل اسهل من كده ولا؟ رؤيه جميله. هو الناس كانت فاكره ان اتحاد الكره انت هتطلع تقعد تتصور، تطلع في التلفزيونات والكلام ده. لا، العمليه مش كده خالص، العمليه صعبه. فانت لازم انت بقيت في موقع المسؤوليه تتحمل النقد وتتحاور او الكلام ده. لا، الوضع مش زي كانوا متصورين يعني. طيب، الصوره بعدها مين فيهم يا جماعه؟ جت باشمهندس هاني ابو ريده. طيب ماشي، مهندس هاني ابو ريده من الـ يعني شخصيه محترمه وقامه نفخر بيها ونعتز بيها على المستوى الدولي وعلى المستوى القاري، واعتقد ان شخصيه اعادت لمصر تواجدها بشكل كبير جدا في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، ومطلوب ان احنا نحافظ عليه الحقيقه من وجهه نظري. تعليق بسيط يا اسامه، مش لازم اتكلم 10 دقايق فيها يعني. لا، انا رايي احنا بعد كده هنعملها بسؤال، مش هنعملها بصوره. لا، هي الفكره في ايه؟ طبعا انا موافق على كل الكلام اللي قاله الاوسي وعلى ما في تاريخ الكوره او كندا، بس انتوا فشلتوا، ما ترجعوش تاني. اشمعنى انت اللي ترجع والتانيين ما يرجعوش؟ يا ترجعوا او ترجع كلكم وكاننا ما خسرناش بطوله افريقيا ولا حاجه. ده تعليق يعني، لكن ليه كل تقدير والاحترام. مؤثر وليه تاريخ كبير. طبعا. تمام. الصوره اللي بعدها مهندس محمود طاهر. مهندس محمود طاهر رئيس نادي الاهلي في فتره معينه، يعني له طبعا ايجابيات وله سلبيات، لكن يعني انا اختلفت معاه كتير جدا على المستوى العمل. على فكره مش اختلاف شخصي، يمكن ما تقابلناش حتى بشكل مباشر، لكن كان في انا كان لي انتقادات على اداء واداره النادي الاهلي، لكن يظل هو راجل محترم وقيمه كبيره جدا ورمز اهلاوي له كل الاحترام وكل التقدير. استاذ احمد، انا بشوف صوره الراجل ده بغير. يعني ايه بغير؟ بغير من بشوف بقارن بينه وبين الرموز الزملكاويه. انت من ساعه ما ساب النادي ما شفتلوش الا تصريح واحد طلع مع سيف زاهر بيوضح حاجه. فهكذا يكون رئيس النادي السابق، وهكذا يكون الراجل المحترم. تمام. الصوره بعدها استاذ ممدوح عباس. استاذ ممدوح عباس طبعا يعني واحد من الرموز الزملكاويه اللي يعني انا بشوفه من عاشق نادي الزمالك اكتر ما هو رئيس نادي الزمالك. يمكن الفتره بتاعته ما خدش فيها حقه بشكل كويس، ما كانش فيها يعني اعتقد خضر يقدر يتكلم عنه بشكل طبعًا. افضل يعني. طبعا هو زملكاوي كبير جدا وعاشق للزمالك، بس هو ظلم نفسه وظلم الزمالك بمعنى ان هو ادار النادي بمنطق الجمهور بمنطق المحترف، لكن ما حدش يقدر يجادل في عشق الاستاذ ممدوح عباس لنادي الزمالك، لكن الفتره بتاعته كانت فتره صعبه قوي على النادي. طيب، الصوره بعدها حسام عاشور يا استاذ محمد. حسام عاشور سوء الخاتمه الكرويه. ظلم نفسه طبعا، ظلم نفسه جدا، ظلم نفسه وظلم طريقه. تمام، انا بشكركم، الوقت جري.